مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. بعد لحظات تنطلق في هذه القاعة أشغال المؤتمر الدولي الأول للاستعمالات الطبية والعلاجية والصناعية للقناب الهندي. الأشغال تنطلق اليوم وتختتم في 24 من الشهر الجاري. ندوات، اجتماعات وموائد مستديرة بمشاركة ضيوف من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وكندا والمغرب أيضا. واحد الفاز الاولانيه الثانيه اللي كنا في المؤتمر الاول كان المؤتمر ديال اول حاجه واش ليغاليزاسيون، اشنو هما المفاعيل، اشنو هما الحاجات اللي نقدروا نستافدوا من القناب الهندي في هذا التشريع ديالو. دابا هاد ليتاب لاز دابا هو ليتاب ديال ندوزو، لان ندوزو للميدان انه كيفاش غنبداو الاشتغال والتطبيق، نطبقوا هاد في جميع الميادين، القطاعات الطبيه خاصه والبحث العلمي حتى هو، وكذلك التكوين ديال الفلاحه اللي خدامين هذه والميادين. لكن دزنا هذه ليتاب هذه، وهذه ليتاب ما يمكنش ندوزو ليها اذا ما كان عندنا واحد الكوتشينغ، واحد المساعده ديال الخبره ديال الدول اللي سابقين في هذا الشيء 15 عام 13 عام، خاصه الدول الامريكيه اللي جبنا 15 اكسبير جاو، هادو عندهم خبره في هذا الدومين ديال الزراعه، ديال الانتاج، ديال القوانين ستاندار كيفاش خدام الامور، وديال البحث العلمي، وكذلك في جميع القطاعات الطبيه والشبه الطبيه والاندستريال. وهادو احنا قلنا عليهم انهم خاصهم يعطيونا حاجه اللي خاصها الدار واللي نجحات في البلدان ديالهم واللي كتطبق على المغرب ديالنا احنا الدوله ديالنا. وهذه حاجه مهمه باش نربحوا الوقت، باش نستافدوا منهم، وباش نكونوا واحد ديبار يكون عندنا بدون خطا. وهذا هو المهم هذا المؤتمر يتكون هذا. المؤتمر يتميز انه جاء في وقت اللي كيساير فيه دخول اجراءات جديده للقانون الجديد 1321 اللي كيقنن الاستعمالات الطبيه والصناعيه للقنب في المغرب. هذا هو الميزه الاساسيه، هي عرض مسائل تخص هذه العمليه ديال الاستعمالات الطبيه والصناعيه. دونك الاستفاده باش تكون مهمه لكل شيء هي يتلاقاو افكار كثيره. داكشي علاش جمعنا مؤسسات مثلا وطنيه بحال الجامعات، بحال المركز ديال المعهد العالي للزراعه، بحال المعهد ديال تاونات ديال النباتات الطبيه والعطريه، باش نشوفوا الافكار ديالهم واش يقدروا يقترحوا باش نمشيو لقدام في هذا المشروع ديال التقنين ديال القنب. Alors pour nous la CGEM, notre principale vision et notre principal avis sur la question, c'est que le cannabis concerne l'ensemble, une chaîne de valeur très large et un certain nombre d'industries et de métiers très différents. Vous avez du cannabis médical jusqu'à cannabis pour fabriquer du béton, en passant par du cannabis pour faire du textile. Donc un certain nombre de nos fédérations à la CGM sont concernées par la valorisation de toute la chaîne de valeur du cannabis. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.